بعد قليل سيكون معنا الدكتور صفوان العدوان، لكن اسمعونا الآن نرحب بضيفنا المنسق العام في فزعة وطن ومتطوع في ملتقى بصمة تغيير الثقافي وحيد الأسعد. أخي وحيد صباح الخير. صباح الخير أخي بسام، كيف حالك؟ الله يعطيك العافية. وعافيك يا رب. أمورك طيبة؟ العافية على جهودكم الطيبة والله، ما شاء الله عليكم. يا مرحبا، حكينا عن مبادرة فزعة وطن سيدي، تفضل. سيدي احنا مبادرة فزعة وطن وشعارها خليك في البيت. نعم. احنا مبادرة هاي انطلقت من خلال بصمة التغيير الثقافي. ملتقى بصمة التغيير هو جمعية ثقافية تحت مظلة وزارة الثقافة. نعم. تم اطلاق هاي المبادرة الظهور اول حالة هذا الكورونا، الله ان شاء الله يعطينا العافية الجميع يا رب. امين يا رب. يا رب. طيب وحيد، اليوم عم نحكي عن فزعة وطن، ولكن يعني بظل الأزمة اللي عم نعيشها في أزمة كورونا، آلية العمل في المبادرة كيف بتتم؟ احنا ستي آلية المبادرة كانت في بداية احنا جمعنا شباب متطوعين متحمسين مختصين في التطوع العملي المجاني. ساعدنا في هاي وزارة الثقافة من خلال السيد غالب شديفات مدير العلاقات العامة. نعم. طيب. تقديم المساندة والمساعدة ونشر الوعي بين أفراد المجتمع كيف نحتوي هاي الأزمة وكيف هذا الفيروس يحتوي من خلال توجيه الوعي للناس. نعم، يعني هدفكم هو أكيد دائما يعني وجودكم بالساحة مع المجتمع ومع الوطن، وخاصة في ظل الأزمات أكيد اللي بتمر فيها الأردن، خاصة أزمة كورونا، ولكن بدنا نعرف عن الخطط لمبادرة فزعة وطن بشكل عام. وحيد ريت تخبرنا فيها. كان عملنا فرق منتشرة من في عدة محافظات في المملكة، وكانت فزعة الشباب ما شاء الله يعطيهم العافية الجميع ما قصروا. احنا في البداية كانت قبل ما يصير حظر التجول انه يكون شغلتنا ميدانية مساعدة الناس المحتاجين خاصة. نعم. وتتم مساعدة الناس من خلال اصحاب الهمم العالية اصحاب الاحتياجات. هذول الجماعة ما استطاعوش يطلعوا يخرجوا من البيت. لما صار حظر التجول التزمنا جميعا بالحظر، وهذه اهم الاسباب اللي كانت الشباب كلها ملتزم فيها ما شاء الله. بس اصبح سوينا نشر الوعي من خلال البيوت، من خلال التواصل الاجتماعي. يعني لكم دور يا وحيد الان بهذا الحظر؟ نعم. يعني بتوصلوا مثلا مواد تمويليه بتساعدوا الناس، شو دوركم الان بهذا الظروف؟ احنا سيدي حاليا شو لنا لما يكون في ساعات الحظر مش من خلال البيوت اللي. نعم. انتشر ونشر كل شيء يتعلق في مصلحه الناس وصحتهم وكيف التزم بيوتهم، وخلال ساعات التسوق بيطلع فريق منا بكون طبعا ملتزم بامور السلام العامة من كمامات وجلافز ومعاهم معقمات، ونشر الناس انه ما يكون في هناك تزاحم على المتعافي وتعليمات الشرعية، يكون في تباعد بين الناس بطرق سليمة وصحيحة بدون احتكاك مع الناس طبعا. طيب وحيد، يعني هاي جابت فائدة الحمد لله، يعني كانت واعدة الناس. أخي وحيد، هاي المبادرة على مستوى المملكة، يعني أنتم منتشرين في جميع مناطق المملكة، يعني هدفكم واحد شغلكم واحد ولا بس بالعاصمة عمان؟ لا سيدي، إحنا شكلنا فريق في عدة محافظات، عملنا إحنا حاليا لكل فريق عملنا قائد له أن محافظة عمان، محافظة الكرك، إربد. نعم. الطفيلة، الصلب، وراح إن شاء الله ننطلق لباقي المحافظات. نعم، أكيد مشكورين على هاي الجهود اللي عم تبذلوها، وخاصة يعني بظل أزمة كورونا. نصيحة منكم كمبادرة لكل الشباب اللي عم بيتابعونا حاليا وحيد. نصيحة أنه الجميع يكون هو قائد لنفسه وهو حريص على نفسه. تفقتي هاي الأزمة، يعني الله إن شاء الله طلعنا منها على خير، راح نطلع منها إن شاء الله بجهود الجميع وجهود المجتمع. نعم. وإحنا طبعا هاي الأمور كانت بداية من جهاد سيدنا وسمو ولي عهده. نعم. احنا بناخذ بإرشاداته ومرشادات الحكومة، واحنا كمان إن شاء الله نطلب الله يكون رديف لإخواننا الله يعطيهم العافية من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والكادر الصحي. نعم. نصيحتنا الجميع الآن يلتزم في البيت، الكل حريص على نفسه وعلى صحته. يعني يبدأ كل واحد في بيته، أهله عزيزين عليه، زوجته، أولاده، وإخوانه. نعم. شكرا اخي. تفضل. تفضل.
يعني احنا بدنا ناخذ كمان في جمله وزير الصحه الدكتور سعد جابر يعطيه العافيه، انه خلينا في البيت اسبوعين انشف الفيروس بموت. نعم يعني انت بسيطه سهله كثير والله يا اخوان. يا سيدي ان شاء الله ان الامور تمر على خير وعلى سلام وينشف الفيروس وروح الفيروس باذن الله تعالى. شكرا الاستاذ وحيد الاسعد المنسق العام في فزعه وطن، شكرا جزيلا لك يا سيدي.